ينضم إلينا من نيويورك خالد خيري مراسل الغد. خالد، في الكواليس ما هو الحديث الذي يدور بشأن هذا المشروع؟ نعم يارا، وطبقا لمصادرنا منذ قليل يبدو أنه لن يكون هناك تصويت على قرار غدا في مجلس الأمن طبقا للمعلومات التي وردت إلينا بسبب إشكاليات كثيرة حول هذا القرار وإعلان بعض الدول الأجنبية أنها ربما ستمتنع عن التصويت أو ستصوت لصالح خطة الولايات المتحدة، وذلك إثر ضغوط مورست هنا من الولايات المتحدة على عدد كبير من الدول، وربما وصل الأمر إلى يعني تهديدات بفرض عقوبات على الدول التي ستصوت ضد الخطة الأمريكية. وبالتالي المشاورات جارية حتى اللحظة، ويبدو أن هناك قناعة فلسطينية بأن الأمور لن تسير كما يجب أن تسير أو كما خططت لها السلطة الفلسطينية، وبالتالي ربما تكون الأمور فقط إلقاء خطاب من القيادة الفلسطينية. الرئيس عباس يبرز فيه الرفض الفلسطيني لهذه الخطة الجائرة ويطلب من المجتمع الدولي التدخل لحماية الفلسطينيين ووجود وسطاء آخرين للسلام بعد أن أثبتت الولايات المتحدة أنها غير جديرة بهذا الدور. طيب خالد، وبالتالي هذا المشروع ما هو مصيره؟ هل سيطوى حسب ما يراه المحللون والمراقبون ويوضع في الأدراج، أم أنه ربما سيعدل لوقت قادم؟ يعني حاول كثيرون هنا، حاولت تونس، إندونيسيا، بعض الأطراف العربية والدولية أيضا إجراء تعديلات حتى تمرر الولايات المتحدة مشروع القرار، ولكن يبدو أنه سوف يدخل إلى الأدراج كما ذكرت يارا، لأن الولايات المتحدة في النهاية لا تريد انتقادا دوليا لخطتها، وهناك تصميم من البيت الأبيض على رفض أي قرار داخل مجلس الأمن، حتى وإن كانت الولايات المتحدة ستصوت بحق النقد ومع بريطانيا. يعني لا يبدو أن الولايات المتحدة تريد طرح هذا المشروع من الأساس لأنه يدين الرئيس الأمريكي بشكل شخصي، وبالتالي لا ندري إذا كان هذا القرار سيطرح أم لا، ولكن كل المؤشرات يارا تقول وتؤكد بأنه لن يوجد هناك تصويت غدا في جلسة مجلس الأمن. شكرا جزيلا لك خالد خيري مراسلنا من نيويورك.